صلاح، محمد صلاح يا محمد يا صلاح، حطها حلوة حلوة. فينك يا رمضان؟ فينك انت؟ فين يا رمضان؟ رمضان عاملها حلوة حلوة. وصلاح هدف التعادل يأتي في الدقيقة الأولى من وقت بدل الضائع. قول لحضراتكم، لم نستغل الدفاع الناجين الضعيف، لم نستغل محمد صلاح، لكن بص شوف رمضان، شوف رمضان، هل هلالك؟ هل هلالك؟ بص رمضان يا ولد يا صلاح، بص الدفاع النيجيري يا ولد، الاستلام وحطها ايه؟ حطيتها قاتله قاتله قاتله، هدف التعادل، تمريره رمضان، استلام محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 23 مع المنتخب الاول، والاستلام رائع. شوف الاستلام وترفع ايدك ليه؟ لان اوبا بونا كان مغطي، وصلاح ياتي بالتعادل في وقت قاتل. التعادل لن يغير رأيي، كان من الممكن أن نفوز، لكن هو لي فرحة.